مرحبا بكم في قناة إكسكليزيف دي زاد، ادعمونا بالاشتراك في القناة لتقديم الأفضل وشكرا لكم. فاجئة بولاية المسيلة أمس، إليكم بعض الصور ضحايا حادثي المرور بولاية المسيلة والذي خلف وفاة 12 شخص وإصابة 41 شخص آخرين. حادث انقلاب حافلة وحادث دس بقطار، حيث خلف وفاة شباب وطلبة جامعيين وأطفال في يوم أسود عاشته ولاية المسيلة يوم أمس. ولاية المسيلة حزينة، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وتعازينا الخالصة لأهلهم ولذويهم. إن لله وإنا إليه راجعون.